نصهم إيه ونصهم لا. الإجابة الصحيحة أنه يغنيك عن النادي. أنا أعرف ناس شخصيا يتمرنون بس في البيت، عندهم كمية هائلة من اللياقة، من المرونة، من القوة، من الهيكلة العضلية، كل شيء عندهم، بس اللي ينقص الشخص مو المكان، ينقصه التركيز في الشيء. إذا كان عندك الأشياء الأساسية في البيت مثل الدنابل، أنا سويت كل أنواع التمارين اللي ممكن تسويها في البيت، كل الأنواع، لقيت إن الشيء الأساسي اللي لازم نعتمد عليه لازم يكون عندك دنابل متغيرة الأوزان، ضروري متغيرة الأوزان عشان الجسم يتفاجأ بالأوزان الجديدة. في كثير من التمارين تقدرون تسويها، ولا بد إن يكون بعد يكون عندك بنش بريس. البنش، فالبديل حق البنش بريس هنا أنا قاعد أستخدم الفوم رولر، أو تقدر إنك تستخدم مخدة تكون مرتفعة وتكون مخدة قوية شوي. فأنا الحين ما عندي بنش بريس في البيت، فأنا قاعد أستخدم الفوم رولر. إذا مثلا أنا أبغى أتمرن صدر، بثبت هذا الفوم رولر على الظهر، باخذ الدنابل بهالطريقة هذه، بس بقدر إني أتمرن صدر 1 2 بالأوزان اللي تبغاها، وسع الرجلين يعني بهالطريقة هذه، خلني أوريكم أرجع ورا، وسع الرجلين عشان تاخذ توازن. هنا خذ الدنابل واشتغل 1 2. إذا تبغى تشتغل صدر علوي بكل بساطة، هذه كذا كذا أنت قاعد تشتغل صدر علوي، 1 2 3، هذا من غير بنش. وإذا حبيت تشتغل صدر سفلي بكل بساطة، خلي هذه في أسفل الظهر ونام بظهرك على الأرض، خذ الدنابل واطلع 1 ولف كامل، 2 لف كامل. هنا أنا قاعد أحس أساسا بعضلة الصدر السفلية، فهذا أكبر دليل أنك أنت تقدر تسوي كثير أشياء في البيت من غير ما ترجع للنادي، بس لابد أن يكون عندك دنابل. وإذا زادت الأدوات عندك، كل ما زادت كل ما كان أفضل وأفضل. حتى لو أنك تتدرب في النادي، لازم تكون عندك دنابل في البيت، ولازم يكون عندك مات زي هذا، وحاول أن يكون المات يعني 20 مليمتر، السماكة حقتها 20 مليمتر، 15 كويس بس 20 يكون أفضل وأريح. اجتهدوا. الحين أنا في المطعم الهندي.